بس مستغرب ازاي لحد النهاردة ما تعملش فيلم رعب كبير قصته مبنية على الأحداث المرتبطة بالبير ده المعروف باسم بئر برهوت. الحقيقة اللي لفتت نظري لحكاية البير هو الصديقة المغربية الراقية نجاة سعدون، ومن وقتها وأنا ببحث وبجمع معلومات عن البير الغريب ده واللي حكايته مش بتخلص وكلها إثارة وغموض ورعب. وعلى قد ما حكايته مرعبة على قد ما نفسي أقوم بزيارة لليمن وأزور بئر برهوت واكتشفه عن قرب. في بعض الحكايات يقال إن أمنية زي دي ممكن تتحقق لمجرد التفكير في البير، لأن خدامه من الجن متصلين باسمه، فبمجرد ذكر اسم بير برهوت كذا مرة ده بيحرك الخدام من الجن ويخليهم ينفذوا الطلب أو الأمنية المرتبطة بالاسم. وحس كده بير برهوت بير برهوت بير برهوت. أنا طمعان في الزيارة، ودلوقتي وأنا في انتظار الإجابة هحكي لكم بعض القصص والحكايات العجيبة والمخيفة المرتبطة بالبير. من أشهر الحكايات عن البير إن زمان كانت الوسيلة الوحيدة لشرب المية كانت الأبيار، والبير ده تحديدا والعمق الرهيب كانوا بيضطروا يربطوا واحد من أفراد القبيلة بالحبال وينزلوه علشان يجيب المية. متخيلين المنظر؟ راجل مربوط بحباله بينزلوه في البير ومعاه زي جردل في الظلام الدامس بتاع البير، بيمسك الحبل حوالي 6 رجالة وباقي القبيلة بتكون في الانتظار بيتابعوا المشهد. حسب الحكاية فالراجل تمكن من انه يجيب لهم المية 3 مرات بنجاح، لكن لما حاول يجيب المرة الرابعة طال غيابه وكانوا بينادوا عليه لكن ما كانش بيرد، وفجأة حسوا بالحبل بيتهز بشكل مش طبيعي وكأن في حاجة بتشدهم من تحت، حاجة قوتها أقوى من 6 رجالة مجتمعين لأنهم احتاجوا مساعدة من باقي رجالة القبيلة. ومن وسط ظلام البير سمعوا الراجل بينادي وصدى صوته بيتردد في المكان: طلعوني طلعوني طلعوني. والحبل كان بيتهز، وفجأة حصل صوت صريخ مش طبيعي والحمل على الحبل خف خالص. بدأوا يسحبوا بسرعة وهم مذعورين. القبيلة كلها كانت اتجمعت حوالين البير والحبل بيتشد متر بمتر ومفيش مقاومة خالص، لحد ما بدأ يظهر من وسط الضلمة راس الراجل وشعره. كلهم تنفسوا بارتياح لأنه بخير بالرغم من أنه ما كانش بيتحرك، لكن المفاجأة كانت بعد ما خرجوه تماما من البير كان الذهول على وش الرجالة، والستات كانت بتصرخ لأن اللي طلع كان نص الراجل من فوق وبقيته كان مش موجود، كأن تم قسمته نصين. والأغرب إنه كان مقسوم بطريقة مش مفهومة، فمفيش أثار أنياب ولا مثلا آلة حادة، لكنه كان مقسوم بنظام وبطريقة مش مستوعبها العقل البشري. أما تعبيرات وشه فكان ميت ووشه كله هلع وزعر وفزع، وعلى ظهره علامة غريبة كأنها مكوية على جلده، طبعا شيء مش طبيعي وملهوش تفسير. القصة التانية أحداثها حصلت في العصر الحديث لما تمت عدة محاولات فردية لاستكشاف بئر برهوت. من المحاولات دي قيام بعض موظفين شركة خط الصحراء بربط واحد من موظفي الشركة اللي اتبرع ان هو ينزل في البير، ربطوه بحبل للنزول لقاع البير، والحبل كان مصنوع من المعدن بنسميه حبل الكرين، ومعاه كاميرا فيديو لتصوير عملية النزول. تمت عملية النزول تدريجيا حتى تم النزول الى 100 متر من البير. وقتها طلب الموظف ان يتم رفعه بسرعة، وبعد ما طلع سألوه ايه سبب صراخه ان هو طلب انه يطلع بسرعة، قال شفت حلقة البير وكأنها هتقفل عليا. لما حاولوا يتابعوا اللي تم تصويره بواسطة الكاميرا اتصدموا لما شافوا ان كل اللي تم تصويره كان عبارة عن ظلام دامس، بالرغم ان وقت النزول كان الوقت المناسب تماما لمشاهدة البئر بوضوح. من الحكايات المشهورة عن بئر برهوت ان في اصوات انين بتخرج منه في اوقات معينة من السنة، ويمكن ده يرجعنا لبعض القصص الموجودة في التراث العربي، ومنها قصة رجل بات ليلة في وادي برهوت
بيقول طول الليل كان بيسمع جملة بتتكرر بشكل مرعب ومريب، وبتقول يا دوما يا دوما. ولما حكى لعلماء الدين قالوا له ان الملك المسؤول عن قبض ارواح الكفار اسمه الدوما. وكمان من حكايات التراث هنلاقي حكاية عن رجل حضرمي، يعني من حضرموت اليمنية، بيقول إنا نجد من ناحية برهوت رائحة نتنة فظيعة جدا، فيأتينا الخبر أن عظيما من عظماء الكفار مات. دي بعض القصص من التراث العربي والإسلامي، وغيرها كتير هتلاقوه على الشبكة العنكبوتية. كمان في كتير من الأحاديث المنسوبة للنبي عليه الصلاة والسلام بتحمل معنى أن بئر برهوت فيها أرواح الكفار والمنافقين، وإنها في وادي مظلم. لكن مين حفر بئر برهوت؟ وإزاي اتحفرت للعمق اللي مستحيل بشر يقدر يوصل له، خصوصا في وقت حفرها؟ الحقيقة النظريات كتير، أنا اخترت نظريتين. الأولى بيرددها سكان المنطقة اللي بيقولوا إن اللي حفرها هم ملوك الجن، وحفروها علشان تكون سجن يتحبس فيه كل اللي بيخالفهم أو بيعصي أوامرهم. وطبعا بيأكد الأهالي نظريتهم بالظلام الحالك في قاع البئر، وبالروايح الغريبة اللي بتخرج من قاعه واللي ملهاش مثيل في أي مكان في العالم. النظرية التانية بتقول إن واحد من ملوك الدولة الحميرية القديمة استعان بالجن علشان يحفر البئر ده علشان يخبي كنوزه فيها، ولما مات الملك أتباعه من الجن استوطنوا فيها وعملوا منها سكن ليهم يعيشوا فيه. وده سر إن اسم البئر برهوت، لأن برهوت في اللغة الحميرية القديمة معناها أرض الجن أو مدينة الجن. إيه رأيكم، النظرية الأولى ولا النظرية التانية؟ بلغوني في الكومنتات، حابب مشاركتكم وتعليقاتكم. دلوقتي بغض النظر عن الحكايات المرعبة الخاصة بالبير، زي حكاية رعاية الغنم اللي سابت طفلها الرضيع جنب البير واختفى فجأة بشكل مش مفهوم، والحكايات اللي بتقول ان يوم القيامة هتخرج من فتحة البئر ده المعذبون في الآخرة، فكلها ممكن تكون حكايات حقيقية ممكن تكون خيال. لكن الشيء المؤكد انها بئر غامضة فيها كتير من الأسرار، ومين عارف، ودي جزئية مش هيفهمها غير كل اللي تابعه حلقات مسلسل حكايات شارع 101 هنا على قناة مستر كايرو. مش جايز بئر برهوت يكون مسرح أحداث لحكاية جديدة من حكايات شارع 101، لما مجموعة الشياطين الـ13 يكتشفوا إن بعد موت الفريق اللي حاول يدفن الصندوق بشكل غامض ورهيب، إن الحل الوحيد للقضاء على الروح الشيطانية اللي موجودة في منطقة الجربي في راس البر هي النزول في بئر برهوت في اليمن، اللي متصل في أعماقه بنفق في جدار الزمكان هينقلهم لوادي الأموات في ناميبيا، وبمساعدة ملك من ملوك الجن وأعوانه هيتمكنوا من دفن صندوق عقدة الروح. طبعا دي مجرد أفكار للموسم الثاني من المسلسل. أخيرا البئر ده موجود فعلا لحد النهاردة، ولسه الأسرار والقصص الغريبة بتتحكى عنه، ولسه في انتظار خطوة جبارة علشان نكشف عن أسراره الحقيقية. ما تنسوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب لو عجبكم، والأهم شير في واتساب، ماسنجر، فيسبوك، انستجرام، خلي الدنيا كلها تسمع. ودلوقتي بشكركم وإلى اللقاء، وملف جديد غامض ومرعب مع مستر كايرو. إلى اللقاء.